لو حابين نعرف كده من حضرتك يومك بيبقى عامل ازاي؟ يوم في حياه كابتن نجوى غراب، يعني اول ما تصحي من النوم ازاي بتقسمي يومك؟ التدريب بيبقى وقته قد ايه؟ بيبقى افضل الصبح ولا بالليل اكتر؟ كلمينا عن يومك. والله يا فندم انا عايز اقول لحضرتك، يعني انا انسانه صباحيه. يعني ايه صباحيه؟ يعني بصحى من الساعه 5 الصبح، اول حاجه اوضب حاجتي، ما باكلش كتير عشان هروح اعوم. اول حاجه في حياتي هي السباحه. بعد ما اروح اعوم والله ببقى سعيده، بعد كده بفطر. لكن انا انسانه صباحيه، مانيش انسانه مسائيه خالص. ويعني الهواء والشمس والحركه، حضرتك عارفه طبعا ان انا يعني مختاره من الدبليو اتش او، منظمه الصحة العالمية، يعني متحدثة رسمية ليهم لغاية كمان شهرين جاية، يعني سفيرة النوايا الحسنة. هم تستهليها عن جدارة يا كابتن نجوى، والله اختاروني عشان كده. اختاروني لمنطقة الشرق المتوسط كله. تتصوري؟ تستهليها عن جدارة، والله تستهلي أكتر من كده كمان، دي أقل حاجة. بيخليكي. طيب يا رب يخليك. أقل أو كلمينا عن ردود أفعال منافسينك عاملة إزاي؟ يعني احكي لنا كده عن مواقف معاهم، مواقف يمكن كوميدية أو غير كوميدية، يعني إيه اللي بيبصوا لك إزاي؟ بيقولوا لك إيه؟ والله يا حبيبتي احنا الاولانيه كانت كنديه، كندا، وهي جامده قوي، وانا الثانيه كانت المانيه. واحنا قاعدين قبل ما نستلم الميداليات، لا 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 لا، اولا هم بيرحبوا جدا جدا بيا جدا. الناس كلها، كل الاجانب بياخدوني بالحضن، يعني عارفه ازاي؟ يعني عايزه اقول لحضرتك الرياضه دي منافسه شريفه. طبعا. طب اعمارهم كانت ايه يا كابتن نجوى؟ واحد بيقدر اللي قدامه. امال ايه؟ امال ايه؟ وبقوا يحضنوني ويبوسوني ويباركوا لي الاجانب كلهم من اولهم لاخرهم.